السلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج المشهد. في هذه الحلقة نتناول مؤتمر الفريق البرلماني المعارضة الذي انعقد اليوم، وتطرق لميزانية المصادقة على ميزانية 2020 وما أثير حولها من لغط. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عبد الرحمن والميني، عضو الفريق. أهلا بكم أستاذي الفاضل. شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. المؤتمر انعقد اليوم، ما هي أبرز الرسائل التي أردتم تمريرها من خلال مؤتمركم اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، ونشاكركم على هذه الاستضافة، ولهنا انتهز الفرصة اليوم للترحم على ضحايا حادث السير اللي خلق اليوم على طريق اللي خلق بعض على طريق نواكشوط ونواديبو، واللي يبدون ردة فعل بعض ذوي الضحايا أنها حول تعاطي معهم الإدارة المحلية ما كان قبالة على ذاك المستوى المطلوب. رحمه الله راجل من رحمه الله إن شاء الله، وراجين الجرحى الشفاء ان شاء الله، وراجين مالي من السلطات العموميه انهم يقضوا شنو التدابير والاجراءات للحد من السرعه والحد مالي من الحموله الزايده، ويحاولوا انهم القطاع اللي هو يجبر اللفتة حقيقيه كانوا قد ينظم وكان قد ينحد من الكوارث اللي هي اللي تجري دائما على الطرق اللي هي حاله مالي الطرق الزايده المتهالكه اللي ظاهر لانها جزء من تركة النظام الماضي، ظاهر لنا النظام واللي الله لا يتلفها بالعجلة كان يقد يخفف من الكوارث اللي تخلق. مؤتمر صحفي خلق اليوم به اللي دورة ميزانية حكم الوفاة به اللي ميزانية وصادقة لها، وخلق حوله قدر من الأمور به اللي كانت تصلنا نقاشات الجمعية الوطنية تنقل مباشرة به اللي كانت تهرب للتلفزات، ودرك فضائيه ودرك ما تنقل، ولاعت المعلومه مغيبه عن المشاهد، وخلق فيها ياسر ما ثلاث خالق لا هذه لا هذه وسائل التواصل الاجتماعي وخلق فيها قدر من الامور اللي هي حول الميزانيه. اولا نختار ذكر مقرر الميزانيه اللي هو العيد انه لا تتدخل مرتين لتوضيح القضيه اللي هي اولا التدخل الاول يوم مناقشه الميزانيه وضح باط ياك الامور اللي خلقت على النواب الى غير ذلك، واللي عقب ملي اليوم في خلال المؤتمر ملي اعطى توضيح ياكد لي ذاك يا كان يعود اكثر نقلت وسائل الاعلام ياكم ملي يعود اصلا. نختار نقول ان واضح من اللي خلق كامل ان اللي قال له النايب بصفه عامه انه صورته لكن اللي ممسوسه قبال عند المواطن، وهذا عنده ياسر من الاسباب اللي النايب فيها، والنايب اصلا مرجعيته الله تعود الشعب، معناه انه يلا يعود عنده حاضنه شعبيه يدافع عنها، وهي مرجعيه هي اللي انتخبته، معناه انه يلا يعود يشب زبال بذيك المشاكل اللي عندها يطرحها ويدافع عنها حقوقها الى غير ذلك، وقطع عنها من هاي الحقوق اللي هي ظروف الموظفين بصفه عامه على مستوى موريتان اللي متدنيه حتى، وخاصة المعاشات، هاي الأمور اللي هي تطلب من النائب أن يعود مواكب القضية يعرف الحقيقة اللي هي، ويعود دائما يحاول أنه المنابر اللي تتاح له خاصة على مستوى اللجان وجلسات تعود تنثار. هذا حقيقة فهم شنو النقص اللي أكثرية النواب عندها ولاء اللي تعود للحكم اللي حاكم، معناها ان هاي اللي قالها المعارضه اللي هي اللي اصلا اساست وتطرح المشاكل اللي هي ما عندها ذيك الاغلبيه الميكانيكيه اللي بدها تعود تمرر بها ياسر الامور اللي هي غير بعد معها اللي خلق ذي الامور اللي خلق في هذه في هاي الميزانيه اللي هي كانوا فيها نوعين من التعديلات، التعديلات اللي جايبه الحكومه والتعديلات اللي جايبه النواب، والتعديلات اللي جايبه النواب فيهم اللي مقدم من طرف نواب من الموالات، فيهم اللي مقدم ولي من طرف نواب المعارضه، ويا غير ما كان من ضمن التعديلات اللي هي اللي قدمت للجنه ما كان فيها قطعا تعديل يتعلق باللي قالوا زيادة علاوة النواب هذا كان جايبته الحكومه نفسها هي اللي جابت التعديل اللي هو يعني تكرمته ظهر لها
جابت الحكومه قطعا وقطعا حسب المعلومات اللي عندي واللي قال غير الحكومه حتى لا اقاطعكم استسمح الحكومه قال انها ذات العلاوه طبقا لطلب بعض النواب اللي يتواصلوا مع الحكومه اللي يتواصلوا مع بعض اعضاء الحكومه شو ما في طلبوهم زياده العلاوه شو ما في ما في ما في بعض النواب طالب زياده هذا اللي قال لوضعيه النايب وناقشت النواب كانوا بصفه عامه ما في استثناء ما فهم نواب هم اللي طالبوا نقل نقل نائب على وسائل التواصل الاجتماعي ان كل نواب كانوا مستائين من وضعيتهم هذا صحيح ذاك اللي فيه ذاك الجدل ذاك اللي درته سمعته ما راجع له المهم وضعيه النائب تحملت قضيه في الجمعيه كسلطه تشريعيه طرحت حسب المعلومات اللي عندها عن 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 البرلمانات اللي حولنا وخلال هذه الصوره اللي حصلت عليها أظهر لهن اللي قال وضعية البرلماني الموريتاني إنها بعيدة كل البعد عن الوضعيات اللي فيها البرلمانات الآخرين معناها إنها عادت إرادة عند الجمعية الوطنية كرئاسة وكإدارة وكنواب كاملين معناها إنها إياك تحسن الوضعية دي معناها إن ما فهم نواب طلبوها وفهم نواب أوانا ومنين تقدمت به الحكومة النواب كامل اللي حسب معلومات النواب الكامل اللي كانت بذيك اللجنة إنهم صادقوا على التعديل عن دراية والله عن غير درايك ما أعرف ليش المهم ده التعديل اللي هي ناس مجمع عليه أنت من صادق عالي واضح حتى أنا لأن نطيل كثيرا في قضية على النواب أنتم لديكم اعتراضات على المالية على قانون المالية ميزانية 2020 ترون أنها أخرت بعض الأولويات وقدمت غير الأولوي ذاك شكيفو نعرف اللي قالوا الجو اللي احنا اليوم فيه جو الانفتاح وجو التهدئة واللي فيه نوع مناخ خلقت في قدم الاتصالات بين المعارضه والحكومه واللي شكل حكومه قطيعه مع ذاك الماضي اللي كان في اصطفاف كانت في قطيعه تامه بين المعارضه والنظام كان في امل كبير تعود يجسدوا الميزانيه اللي هي بنفس التعديلات اللي قدموا بهم النواب جزاهم الله خيرا بهذه الميزانيه اللي هي قدموا بهم في الميزانيه اللي سابقه ميزانيه 2019 وكنا بعد فهم ذاك الامل ان الجو اللي هو اللي يتعود عنده انكاسات على هذا واللي يتعود انقباض بعين الاعتبار ذاك الجهد القائم بين المعارضه منين عاد اتصالات خالد قبل الامور اللي هي انهم اللي تعود شيئا ما يظهر ذاك التقارب معها هي وذي الحكومه اللي هي بانها تعود مشاركه فعاله بهذا به اللي هي اللي تقدم تعديلات عاده هي اللي تقدمهم معنا عاد يقدموها واحدين من نواب الموالات وتعود هيك بوضع عين الاعتبار في هاي التعديلات اللي هي اما ينقبلوا كتعديلات من الحكومه من النواب اللي مقدمين والله مولي ينقبلوا تتبناهم الحكومه وهذا للاسف ما خلق. المساله الثانيه زيادات مولي اللي خلقت على الميزانيه هي في زياده 70 مليار ووزير الماليه قال ان كثره الاجور تم زيادتها بنسبه 2% هذه نظهركم عن هذه الجهود هذه مولي الى ما خلقت استراتيجيه جديده على مستوى القطاعات تعود به اللي حسب المعلومات اللي عندي القطاعات مخولين هم يقوموا استراتيجية جديدة إلى ما خلقت هذه معناها أنهم ولي فرصة ضاعت به اللي كانت قد تحسن ظروف المدرسين هو حد له يصلح التعليم ما صلح وضعية المدرسين حقيقة ما قد يعودته خاصة أن هاي الحكومة اللي هي كانت بداية افتتاح السنة الدراسية كانت عنده نوع من تعاطي معه ما قد دخلك سابقا معناها كان يضي ينعكس على الميزانية وينعكس على الأولويات فيه إذن الجانب الاجتماعي سواء الصلاه اللي تتعلق به بالتعليم اللي تتعلق به بالصحه ما فات اظهرنا فيه شيء من خلال الميزانيه اللهم قلت لا الجانب الاجتماعي تم انشاء هيئه التآزر هذه وستصرف ملايير ضخمه اموال كثيره على الجانب الاجتماعي لمعالجات مخلفات الريق ولاصلاح الاختلالات الاجتماعيه لا ترون هذا كافيا في هذا المجال؟ انا اتكلم لا عن الفات خلق الميزانيه الفات وصادقه لها ذي الاولويات ما خلقت فيها ما تعود الصلاه هذا قلت في استراتيجيه عامه مازال لا هي تم تداركه بآليات أخرى هذه رواية زينة غير بعد اللي فات خلق الأولويات فيها كانت الميزانية اللي هي لا نساو أن هذه الحكومة جاءت وضعية صعبة أنها جبرت تركة ثقيلة وأول أولويات يلا الجانب الاجتماعي به للمواطن وضعية مزرية ويلا تعود فهم لفت هذا الاتجاه اللي هو شاطرة تعود أولا وهي تجسيد هذا الخلق على مستوى الميزانية القضايا الاجتماعية تحتاج استراتيجية لا يمكن أن تكون لفتة بهذا الشكل لا بد لها من خطة واستراتيجية على مدى سنوات على الأقل حتى تؤتي أكلها ماني ما بيعنوا أنا لا قلت أنها قطعا ذي بعد اللي فات ظهر في الميزانية الأولويات قطعا يلا تعود الجانب الاجتماعي أساسا في الموصول فيه وين تعود هم استراتيجية مازالت تيجي مرحب بها ما تعود لا يتحسن الظروف اللي هي
أغلب المقترحات اللي قدم فريقكم المعارض وصفها بعض النواب من الأغلبية، قد كنت أحاور نائبا من الأغلبية في حلقات ماضية، وصفها بغير الواقعية والتي ستنهك ميزانية الدولة. كيف ترون ذلك؟ أنا قاعد بالله لي ميزانية الدولة تبارك الله طابع على ذلك اللي كان عشش فيه الفساد ولا تقدر تجبر شيء متن منه ولا ظاهر لين علاوة قيس المدرس تقدر تعود هي العبء الكبير اللي يعود على الميزانية به اللي مدك قلت هامها تصلح التعليم ما حسن ظروف المدرس معناها ان هذا ضرب من خيالته وهو منطقي بالنسبه لي وظاهر لملي ان هذا هو اول شيء الله يتحالف فيه لتعليم عرف وضعيته عرف ان التعليم فاسد تماما وقطعا الى ما وعدل ما فهم اولويه اخرى ليتعود اكثر اهميه من اللي قالوا التعليم والصحه لهم قطعا وهذا من يعود هم اللي لا يعود عبء كبير على الميزانيه ما نعرف ذاك اللي يتوجه للميزانيه شنو غير قاع الميزانيه مجرد تعود هي يحاول انها كان خالق من الفساد مات لا يخلق ظاهر لي اذا كان العادي يخلق به اللي كان يمشي الفساد من يرجع للميزانيه يرجع للمواطن دور لا يظهر دور لا يظهر قدمتم مقترحات قلتم انها تخدم اولويات مجتمعيه مليحه هل اجريتم حوارات مع زملائكم في الاغلبيه من اجل اقناعهم بالتصويت قبل الجلسات العنانيه التي دائما يكون رفض المقترحات فيها شيء طبيعي عاده لان الاغلبيه تملكها جهه معينه قد لا تتبنى هذه المقترحات التي يقدم الفريق المعارض هذا 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 توجه توجه هذا هو الاحسن هو الافضل من يعود النائب له يقدم مقترح يلا يطلع عليه زملائه كامل وعدلوا الشيء قالوا للوبينج في الجمعيه تعود الناس كامله هذا من تعود الامور طبيعيه من تعود النواب مخلين لها اختياراته هي ومعناها فهم شنو الحريه وفهم فهم النواب يؤكدون على انه ممكن يكون حريتهم غير المشكله الكبيره انه يعود قاع النائب مقتنع بروايه غير ملي يعود ما عنده حريه انه قد يصوت عليهم معناها انها شنو النواب اللي تعود التصويت اصبح عندهم سريا ضرك اعتمد بطريقه يعني ما هو سري يعني ما هو سري معروف اللي معروف عندك جهاز يتصوت في غرفه كاين عرف الناس ما طالع مصوت معناها انه ما هو سري معناها هي عاد قضيه النائب والمرجعيه كي قلت الشعب الموريتاني معناها انها مشاكل الشعب هو ليش ما هو مشكله ما يطرحها ما غريب يقدم لا ترون ان الثقه التي اهتزت بين المواطن ونائب وسببها النائب عاده لان هذه القبه البرلمانيه تشكلت في ذهنيه المواطن عنها قبه لتمرير القوانين التركيز على مصلحه المواطن فيها يقل ربما قليل دائما على السنوات الاخيره انا والله لين التعميم تعميم تعميم فيه شيء قله الانصاف لكن انا سمعت انا شفت ذاك المكتوب وشفت ذاك اللي قالوا سمعت وفهم ياسر التعميم اللي حقيقة ما فيه اسم قلت لي صاف النواب ما ترى عن النائب يتحمل مسؤولية النواب ما هو واحد خارج النواب اللي مرجعيتهم الشعب الموريتاني ويدافعوا عنه ويطرحوا مشاكل وخارج النواب اللي مرجعيتهم سلطة معينة وذوكم اللي زادهم ينشروا منهم نواب أحرار زادهم ويطرحوا مشاكل وموجودة اليوم هاي الجمعية اللي هي يطرحوا مشاكل المواطن الموريتاني ويدافعوا عنه ما هي لا المعارضة وحدة هي اللي قطعا اليوم قطعا فهم نواب من الموالاة زادهما عندهم نفس الخط اللي عند المعارضة يدافع عن المواطن ويعرف المشاكل يطرحوها واضح تعميم هو اللي ما هو قايس شيء معناها ان يلا حتى يتكلم حكم الأغلبية لكل قاعدة استثناء ينقال لك ما دام أغلب النواب ما دام ياك بعد اللي مشي متعدل بعد الله يتم الخربطة استسمحك بفاصل قصير نعود بعده مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود بعده لمواصلة حلقة المشهد لهذا المساء مع ضيفي الأستاذ عبد الرحمن والمي لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام جديد في الجزء الثاني والاخير من حلقه المشهد لهذا المساء ضيفي كما اسلفت الاستاذ عبد الرحمن المني عضو فريق البرلماني للمعارضه اهلا بك استاذي الفاضل الجديد كنا تحدث عن الفساد وانه كان يعشعش على ميزانيه الدوله والى اخر الصفقات ناتي على ذكر لجنه التحقيق التي تعتبرون ركيزه من ركائزها في البرلمان ما قصتها هل تقدمت هل ما زالت مطروحه حتى اللحظه لجنه تحقيق برلمانيه ستحقق في الصفقات العشرية هذه شكرا اولا يلا نعرف ان هاي اللجنه مطلب بعد قاع شعبي
اليوم في الشارع الناس مواطن موريتاني هاي الوضعيه اللي عايش اليوم واللي جاي من 10 سنوات عجاف. المطلب اليوم شعبي ان مواطن موريتاني يسول عن موارد الاثنين قاسد اللي ما مشات في التعليم لا مشات في الصحه ولا مشات في الامن، معناها انها مشات تجوب الرجال. وهذا يطلب يستدعي ويطلب من النائب اللي نائب عن المواطن الموريتاني انه في صميم عمله هو البرلماني الرقابي ان هذه الاليه اللي هي انه يفعلها ويحاول. لكن اللي قد من المعلومات اللي هي اللي قد يتوصل لها من خلال التحقيق اللي هو، ولهذا قرر بعض النواب واحنا بعد فريقنا اللي ورك قريب من شهره هو يناقش الامور اللي هي، وكان متبارك انه لا هي طرحها هو من نفسه لجنه التحقيق. قال عن فم طرحت لائحه وتم سحب واحده الى اخره، ذاك كيف؟ لا توصيل. احنا بعد كفريق كنا لا نطرحوها يضر ما هي لجنه واحده. هذه المحطات اللي نتكلم عنها. بدايه احنا كفريق كنا نتخمو به اللي هو عندك الفريق بالنسبه على النواب عنده الحق يطرحها. غير ما اللي منين فكرنا اخترنا انها تعود مفتوحه للناس كامله وبدا النقاش مع زملائنا. وفعلا مين خلق النقاش مع زملائنا؟ بعضهم اقترح انها تعود ما عندها صفه الفرق، اياك تعود قد الناس كامله تصفر فيها. ولذا خلقت ذيك اللائحه الذكيه، ذيك اللائحه ما نقولها لائحه انسحبت، هي لائحه مرت وسوف. مرت انقال عن قبل ما نعرف، لكن اللي خلقها ما نعرف مرت كيف هي تم ايداعها. هي ما تم ايداعها، لا هي انقبلت سبب الايداع. انسحبت قبل الايداع. لا هي كانت اللي قبلها منهم. هي كانت ما نعرف هي كانت مرحله توقيعات، ناس توقعها توقع يعني. وصلت تلقاها اختفت. تمتين اختفت وتوف. وعدت واحده جديده من اي فرق؟ اللي تخمنوا عن اختفت عند المعارضه ولا الاغلبيه؟ ما نعرفه والله. اللي بعدنا من المعارضه قرار غير ما نعرفه حقيقه. اني ما نعرفته. المهم ان اختفت وعدت اللائحه الثانيه، وهذا كامل قبل ايداع. ورك اليوم تم ايداع اللجنه اللي هو ورك دور تعود اسبوعين ولا لا، وتوف وطالبين من المنبر اللي هو انها ذيك الاجراءات يلا تعدلها بالعجله، انها تعدل اكثر. يقول لك البعض علينا اللجنه تاخرت كثيرا على انها الصفقات كانت في العشريه وكانت موجوده، واللغط اللي حولها حالا انثار اكثر منه ذيك الساعه اثناء توقيعها واثناء ما زال الرئيس السابق محمد عبد العزيز رئيسا. وهذه كيف انه شرعت؟ لماذا ما خلقت اللجنه ذيك الساعه؟ ياك يعود التحقيق فيها ما عنده طابع انتقامي الى حد ما. لا هي ما هذا عمل البرلمان، ما في انتقام. ما عدوا عدد يكسر نفس اللغة. طالبنا هاي المرحلة الماضية ما فهم شيء قد يوجه المعارضة، ما قد طالبت تحقيق ولا قد طالبت بياناتها كانت مشيرة. وقتت وثائق حاجة اللي انتكت في القوة الديمقراطية وقضوا ثقة كبيرة انتم مذكرينها على الفساد، وجاءت فيه مرافق الدولة كاملة والمؤسسات. معناها انها ما الفساد كان لم يشدد اخباره، كان مطالب دائما بالتحقيق معه. يا غير مولي الجو المناخي يقعد ما كان قاع متاح. يا غير مولي ضرك فهم عنصرين مهمين في الفترة اللي هي. فهم العنصر انه فهم اولا هذا الجو التهدئة اللي هو، وهذا يقعد مناسب به اللي من تعود الناس من تعود السلطة التشريعية اللي تخلف كسلطة مستقلة تقوم بمهام. هذا عمله داخل صميم عملية. المسألة الأخرى مولي فهم حدث به اللي محكمة الحسابات مولي أول مرة فرشت عن نشرت تقاريرها لعشر سنوات، واضح فيهم أن الفساد اللي كنا نتكلم عنه أنها إجابة هي منه، ولو كانت إجابة منه قد يعد ما هو أكبر منه. يا غير بعد مؤشر أعلن تسيير هذه الحكومة اللي هي أنه كان يشوب قدر من الفساد محكمة الحساب. فهم اللي عنصر ثاني مولي أن هذا التصريح اللي دل به الرئيس السابق عمر عبد العزيز المؤتمر الأخير مولي اللي اعترف به انه يملك المال مولي، هذه مؤشرات كامله. هو قال قاع في مؤتمر لان اللجنه البرلمانيه اللي اهدت حل مع الاشراط. لكن قد ما وجهوا للجنه، ما وجهوا للجنه البرلمانيه، لكن قد يعود الا في طار عام قايلوا تو لا وجه لحد ثاني. اياك يعني اسمع يا جاره. هذاك راح لانه لا وجه لحد اخر. المهم من هذه العناصر اللي هي تصريحه هو والتقارير اللي نشرت محكمه الحسابات هذه عادت لبيني قد حد ياسس عليها تحقيق به اللي كنت عاد عندك بعض خيط حاضر محكمه المساله الاخرى فهموا اللي مؤسسات تم افلاسها وانقفلت هيك هي عاد واضحه معناها ان الامور هي هذا كامل يستدعي من النايب ان يقوم بعمله ولا هو موجه لحد ولا هو ضد حد واضح اذا فات لين قام بعمله وشاف قاع انه كان ينقال كامل انه كان نوع من الدعايه يعود تعود بمولي روايه عاديه وتعود براءه للناس
وإلا نجبر مولي أنه حقيقة الفساد أنه كان مؤسس حقيقي مولي الله تجبر فيه تنقضي في الإجراءات القضائية اللي لازم. واضح تقرير محكمة الحسابات كشف عن تهم بالفساد وعن صرف مبالغ كبيرة غير مبرر وعن اختفاء أموال كبيرة. أنتم الأحزاب اللي تمثل في البرلمان لم تعلق على هذا التقرير، لم تصدر بيانات، لم تتحدث عنه، رب أثار جدلا كبيرا في الساحة والمهتمين بالشأن السياسي وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، إذا كان ملفت بالنسبة لهم وتناولوا. أنتم أين أنتم؟ أين أنتم؟ الأحزاب تكلموا عنه بعد الكلمة ما خالق الناس لا تصدر بيانات على حد. هي الأحزاب هذا من برضه هو من ما بالأحزاب إحنا وين تكلموا تكلموا على الأحزاب لكن بيانات رسمية عن صادرة عن الأحزاب السياسية وتكلمنا عنها والأحزاب اللي تكلمت عنه هذه مرحلة قاعد ما قد حد يهملها هذه مرحلة حساسة وحدهم والإصلاح ما قد يبني ما هو على شيء ما هو لين يفوت تغرب للمشاكل هذه هذا الفساد منين ما يرجع له وحاسبه له أنا ما أظهر لي نفهم أمل نقدر يخلق إصلاح ما يقدر توب يلي الإصلاح يبدأ بعد قاع من أسس صالحة والأسس الصالحة رأي تبدأ من المحاسبة تبدأ التحقيق وتبدأ المحاسبة. هل تعتقدون أن محاسبة كل هؤلاء المتهمون بذل كم متاح ضرك هي في مشخص والمحاسبة فيها كم ولا فيها كذا لا بقات تعد قاع بالآلاف ولا بقات تعد بالمئة واحد اختلس المال فيها رؤوس كبيرة اللي بقاو رؤوس كبيرة تحاسبته هو من يعود رجاجه خان أمانته يلا يحاسبته هي أمانة المال العام تسيره أمانة يلا من ما أدي رجاجه يلا لا يحاسب سوى راس كبير وما إحنا ضرك ما نقدر نعوده عندنا اليوم في الأحباس واحدين يعود واحد مسارك الله بوش من قاز هو محبوس طيب وواحدين سارقين مليارات وهم في الشارع لين تعتقدوا هذا هو ظاهر لكم تقريبا حكم حسابات مر عليه قرابة شهر تقريبا وأسابيع حتى اللحظة لم نسمع عن موقوف ولا من يحقق بعد ما لم تصدروا بيانات تطالبوا بها بالتحقيق احنا ما نحن جايين من العياط احنا مطالبين من المنبر مطالبين به وطالبين المنابر كاملة هاي محكمة الحسابات هاي التقارير اللي نشرت يا الله الدولة يا الله الحكومة اللي هي تقبلهم وتشتغل على أساس إن الناس اللي طالعة فيها إلى أن تعرف يتفاصل المواطن الموريتاني اللي كان نظيف واللي كان ضالع في الفساد هو المطلوب اليوم ما تقدر تتم هي تقارير كانت تتم يعني 10 سنوات مليون وهم بعد راني بعد في اتهامات هم بعد راني شاكر الحكومة على بعد هذا الجهد اللي هو اللي نشرتهم راجع إن شاء الله نعود تقليد نتم العدلة من التقارير إنه انتشر في اتهامات المعارضين بالفساد في اتهام لمعارضين كانوا في مناصب بالفساد احنا ما انا مستثنين معارض ووالي اللي قال له الشان العام حد تولاه وسيره منين يختلس المال العام يلا يحاسب عليه سواء معارض سواء ووالي ما في استثناء ضم ردود بعض المتهمين ردوا بفوكالات ربما بوثائق هل طلعتم عليها ولا اقنعتكم طلعت عليها بعد وقريتها وكانت وارده حتى والله اللي محكمه الحسابات كانت يلا قبل تعود نظرت فيها وتشوف به اللي هم فهم عمدتين قطعاً يعني شفت ردودهم شفت رد عمدة عرفات وشفت رد عمدة تبرق زينة وشفت رد عمدة دارنا وقطعاً ها ردود كانت يلا تخرفت وضع عن الاعتبار الشاف معها به اللي واضح انها ما تقدر تقارن به اللي خلقوا لا ردود الثلاثة هم اللي خلقوا واللي بعد شفت الناس الأخرى ما ردت وده دليل على ان حد مين يعود قادر على انه يواجه الحجب معناها انه لا مأسس عليش كانت يلا محكمة الحسابات اللي تحط شاف ذاك الإجراء اللي يلا هنقول ودي طار قبل نشر التقارير يعني شو إلى عادوا براءة من اللي واتهموا به تعود ما يظهروا أسمائهم وإلى عادوا من اللي وإلى أكد اللي تعود من اللي راهم وتعود ذاك ما مستقبل عملكم البرلماني ظل عدم امتلاك الأغلبية اللي تسمح لكم تمرير مقترحاتكم حسب قولكم إحنا الله إحنا نختار ذي المرحلة اللي هي إحنا فيها وذا المستقبل ذا هو إن نتوجه قايسين ما هو ذا كنا فيه احنا كانت عندنا اغلبيه ميكانيكيه يشير لها النظام وتعدل ذاك اللي يبقي وهي اللي على اساسها خلقت اتفاقيات اللي خطيره اليوم في حاله الدوله الموريتانيه في اتفاقيه مع شركه الصيد وكي سحب صلاحيات اللي كانت عند البرلمان في كونتراتيب اللي كان يعدل مع شركة التنقيب المالي اللي سحب صلاحيته من البرلمان وعاد تعدلوا سلطه تنفيذيه هذا لا يعدل قد يعدل الله بهذه قال له الاغلبيه الميكانيكيه اللي تأتمر ومرت السلطه يلا يفهم البرلمان انها سلطه تشريعيه وهي السلطه اللي هي منبثقه عن 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 اقتراع ومباشر معناها المرجع هي فيه المواطن الموريتاني هو لا يرجع له عاقبه واللي في الزر لا يرجع له وتنافس عليه وظاهر لان هون فيه مسؤوليتين مسؤوليته للمواطن اللي يزرق يلا في المستقبل يعرف النائب الله هي صوت عليه
به اللي ما تقدر تعود النواب في الجمعيه الوطنيه، بعضها يدافع عن المواطن وبعضها يدافع عن السلطه، ومنين تدخل حلبه التنافس على المواطن تعود تدخلها القبيله وتدخلها الزبونيه وتدخلها الجهويه الى غير ذلك. هذا هون معناه انه يا الله تعود تبدا اصلاحات من المرحله اللي هي ان المواطن يا الله يعود على وعي وعلى درايه انه هو اللي اختار ذا النائب اللي هو اللي ما يدافع عن حقوقك اليوم واللي مرتمي في احضان سلطه انت اللي جبته. معناه انك في المستقبل لا تعود مولي تمشي بك الحميه الجاهليه ان هذا العم رقاش والله هذا من قبيله رقاش والله هذا من جهه فلان ويصوت له على حساب نائب كان يقدر يعود اكثر دفاعه عن مصالح الشعب الى غير ذلك. مثل الاخر مولي النائب لن يوصل للجمعيه الوطنيه هذا المرجعيه الشعب ما يرتمى في احضان السلطه غير هو كرامل. هو مثلا نائب انتخب عن الاغلبيه وفي البرلمان عن حزب من احزاب الاغلبيه وربما الحزب الحاكم في الاغلبيه، هذه لا مش مع خيارات حزبه هذه يعتبر شيء طبيعي. لا ما عنده الخيار هون ذاك ما هو الحاك اللي يلا يخلق النائب يعرف منتخب الشعب الامريكي منتخب المواطن به اليوم المواطن منتخبه لانه مرشح من طرف الحزب. ما في اليوم حزب حاكم ربما له كما هو مرشح من طرف الحزب ما ينتخبه المواطن يقابله يا غارب فهم روايه المواطن الموريتاني هذه الاحزاب اللي هي اللي قال احزاب الموالاه ولا احزاب السلطه ما تمشي هي تدل المال ياك النايب ينجح يمشي النايب تخلي التمويل ذاتي اسمعك فهم تمويل ذاتي ولا يخلي معناها لا يقيس قبيلته ولا يقيس جيته ولا غير ذلك. يا يرجع هي ما تقدر تعود عندها. انا احنا جربنا النايب السنه اللي هي هو 5 سنوات جربناه وذا هو اكثر ولاء للسلطه من ولاء لمصالح الشعب. هاي التجربه اللي هي نقلبها دروس من على هني ما يمكن يرشح مره اخرى جايه نقول احنا رشحناك هون ندوك تطرح مشاكلنا انت تعود منين نطرح مشاكل العطش ولا نطرح مشاكل الجفاف ولا نطرح مشاكل. يوقفوا بعض النواب اللي مناطقهم تعاني منها ويدافعوا بالباطل عن الروايه وهي هم ناقعين فيها. اذا قلنا الاسعار فعلى مستوى من الغلاء يقولون هذا ما منه لا علي وهو يشري باسعار غاليه يعرف والمواطن اللي منتخبه ناقع فيه. واذا قلنا الجفاف خالي يقولوا لا 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 به للسلطه من انفسها. هذا نوع من التضليل والتدجيل اللي عدلت السلطه الوقت اللي يقول معناه انها هذا هو اللي المطلوب ان المطلوب ان المواطن السابق ينتقد النائب يلا يحسن اختيار النائب واضح الوقت ياك النائب يقدر يعود على مستوى المسؤوليه اللي هي لم يقم من الوقت كثير. طالبتم بتحقيق مع المتهمين في تقارير محكمه الحسابات فهم اشكال قانوني اثاره احد المحامين قال على ان الفساد فيه قانون يتقادم الفساد بعد 5 سنوات ما الملاهي قد يتابع. انتم ما دوركم اللي ترون انكم يجبون تلعبوه تقدموا اقتراح تعديل هذا القانون والله شيء ياك يعود الفساد قد ما يسقط بالتقادم ياك قد يتم يحقق معه ويتابع. شوف هذا نوع من القوانين زاديه فساد عن ذاته به اللي ما يقدر يسنها ما هو نظام فاسد به اللي رقاش مين يعود يشرع من القوانين معناه انه شرعوا لحاجه في نفسه به اللي يعرف انه لامارس الفساد ولذا فرع عليه يغطي عليه ظاهر لي ان السلطه القائمه وهي الحكومه اللي هي يلا القانون اللي هو يلا تعدله يلا تلغيه نهائيا مين تعود هامها بعد اصلاح به اللي مين تعود فهم فرصه ان الفساد يتقادم هذا ما يقدر يصير. المساله الاخرى ملاحظه باطعه على الوقت في دقيقه هذا نختار نقول مولي ان فهم المسيرين وفهم الناس اللي تعود ما تسير يا غير مولي ذرائها من يظهر انها عندها المال مولي هو المال من يعود ما عنده مبرر ما عنده اسباب معناه انه لا من الرشوه والله من الاختلاس والله من استغلال النفوذ واضح وهذا فساد بعين ذاته مجرم بعين ذاته. استسمحكم الوقت انتهى شكرا جزيلا لكم استاذ عبد الرحمن نكتب طيب انا في حلقه مشاهد الكرام يسعدني ويشرفني ان اشكر باسمكم الاستاذ عبد الرحمن الميني عضو الفريق البرلماني للمعارضه كان ضيفنا في حلقه هذا المساء من برنامج المشهد الى ان يضمني واياكم لقاء اخر في حلقه اخرى من هذا البرنامج دمتم في رعايه الله وحفظه.